أعزائي المشاهدين، بصلي من كل قلبي إنه استفدتوا واستمتعتوا من الخلفية عن هذه المنطقة. الخلفية عن هذه المنطقة بتعطينا وضوح أكثر عن خدمة يسوع وأعمال يسوع في هذه المنطقة. مثل ما ذكرت إن هذه المنطقة واحدة من أحب المناطق على قلبي، بعتبر شبابي أو طفولتي وشبابي قضيتها في هذه المنطقة. خليني أزيد فكرة، أقول إنه فعلاً لما بتيجي إلى هذا المكان بتحس في حضور الله. ليس طبعاً الكلام عن حجارة، فالحجارة تنتهي وكل شيء سينتهي، لكن مجرد إنه تفكر إنه يسوع مشي على هذه الأرض، تلاميذ المسيح كانوا موجودين في هذه المنطقة، أكيد بتعطيها لمسة خاصة ورونق خاصة. وأنا بعتبره هذا شرف وامتياز إنه أكون في نفس المنطقة اللي علم فيها الرب يسوع المسيح. أنا بصلي وإحنا ندرس العظة على الجبل إنه تبتدي تنتبه لكلمات يسوع المؤثرة والمغيرة. إلى اللقاء والرب يباركك.